بعدنا بالشهر الوردي وبنهايته تقريبا، وبعدنا بحملات التوعية حول سرطان الثدي. عم نشوف كتير حملات نرمين توعية، إن كانت المؤسسات وجمعيات عم تقوم فيها، وعم يكون صداها إيجابي، وشفنا في استجابة كتير من النساء، وشفناهم كيف عم يتوجهوا على مراكز الكشف المبكر لحتى يعرفوا النتيجة. ولكن في حال أي صبية أو سيدة توجهت لهذا المركز وكانت النتيجة إيجابية، شو هي بقى الحلول؟ هل حيروح الجراح لاستئصال الثدي بشكل كامل؟ وفي حال تم الاستئصال، شو هي الإجراءات التجميلية والترميمية حتى تحافظ الأنثى على هذا الشكل الأنثوي وتضل حالتها النفسية مرتفعة؟ لأنه نحن بنعرف أن قدي الأنثى اليوم بهم الشكل الخارجي لإلها. هدول تفاصيل وغيرهم رح يجاوبنا عليهم ضيفنا لليوم الدكتور بشار محمود، أخصائي جراحة تجميلية وترميمية. سعد صباحك حكيم. صباحك خير. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه نسال استفسار عند كل السيدات، متى يتم استئصال الثدي بشكل كامل؟ شو هي الحالات اللي تستدعي هي الحاله؟ هلا بهيدا الوقت او بهيدا الشهر، يعني على مستوى عالمي هو بسموه الشهر الوردي. طبعا هو شهر التوعية لسبب كثير بسيط، يعني سرطان الثدي يعتبر اذا مو اشيع ثاني اشيع سرطان عند الاناث، وكثير يعني له تاثيرات اجتماعيه ونفسيه وتاثيرات على الانتاج وعلى العمل. فبالتالي كثير في محاولات للتوعيه كرمال اول نقطه هي بنحكي عنها هو الفحص الذاتي، يعني المفروض مريضه تعمل فحص ذاتي تقريبا كل شهر، كل اللي عندهم مثلا مستوى خطوره ينتبهوا هذا الموضوع. طبعا بنبلش بالفحص الذاتي، بنجي على موضوع الفحص الدوري اللي هو الماموجرام والايكو، يعني خاصه النساء اللي عندهم عوامل خطوره. شو هن اللي عندهم عوامل خطوره؟ اللي عندهم عوامل خطوره هي الانثى اللي في عندها احد عماتها او خالاتها او اخواتها عندهم سرطان ثدي بعمر تحت 60. هي لازم يكون تحط نقطه حمراء مثلا، ولازم تكون هي تضل تتابع المفروض كل 3 اشهر او كل 6 اشهر تعمل ماموجرام وايكو، خاصة بعد عمر 50 او حتى بعد 40 اذا في قصة بالعيلة انه سرطان بعمر صغير. طبعا الكشف المبكر له دور كثير كبير بانه نحن نقدر نتجنب الاستئصال التام. هلا الاستئصال التام هو قصة حاليا بالتوصيات الطبية الجديدة صارت قصة قديمة، يعني كان قبل مثلا ما حدا ينتبه تصير مثلا الكتلة او الورم قد لنفرض قد الجوزة او قد البيضة وتعطي نقائل، بس صرنا بهي المرحلة بدنا نلجأ للاستئصال التام. هلا الاستئصال التام يعني نحن بنقسم سرطانات الثدي لمراحل، مثلا واحد ستيج بنسميها، واحد اثنين ثلاثه، بس قطعنا اثنين فوق اثنين او اثنين بي، بس قطعنا اثنين وفوق بنصير اجباري بدنا نرجع للاستئصال التام، لانه ما بقى فينا نعمل شيء بسموه علاج محافظ او جراحه حديثه. هلا بهيك حاله في خيارات للترميم يلي هي بنبلش بقى. طبعا اهم شيء ترميم، او المريضه ايمت بتلجا لقصه التجميل بس تخلص علاج، اخذت جرعات، اخذت اشعه، خلصنا علاج، اعطاها طبيب المشرف طبيب الاورام انه خلص اتس اوكي، ما بقى في اي نقائل، ما بقى في اي اشتباه بشيء، بتلجا هون بتروح تراجع جراح التجميل. هلا بهيك حاله خيارات الترميم بتمشي من ناحيه الزرعه، في زرعات سيليكون خاصه بتنزرع تحت الجلد مع عمليه تصغير او رفع للثدي الثاني بحيث نعطي التناظر الاكبر. إذا في مثلا خلينا دكتور هون نفصل بالترميم بعد الاستئصال، يعني نعطي كل اجراء حقه كرمال اي حدا اليوم عم يشوفنا من الصباح، يعني ان شاء الله هيك الله لا يقدر، ولكن كرمال نوصل المعلومه بشكل صح. قلنا اول شيء بشكل كنا عم نحكي انه في جرح بشكل افقي حيكون. هلا الاستئصال التام غير عن الجراحات الحديثه. هلا بالنسبه للاستئصال التام بيكون جرح افقي تحت الثدي، هون نضطر بالمراحل المتقدمه من الاورام نضطر نعمل استئصال تام مع تجريف قبط، تجريف وقد لمفي بالقبط، هذه كثير مهمه. بس لجانا للاستئصال التام بقى بنبلش خيارات الترميم اللي هي من ابسط شيء. طبعا الكوست افكتيف او التكلفه تبعها بتختلف من اجراء للثاني، الدراسات الحديثه اعطت تكلفه انه كلها قريبه من بعضها. اول شغله هو اللي بنسموها البروتيز او زرعه السيليكون، يعني نحن الجلد بنحط تحته شيء مثل البالون بنسميه، بننفخه بسيروم ملحي بشكل متكرر خلال اسابيع بالتدريج بحيث نمدد الجلد. طبعا على مبدا بيشبه مبدا بطن المراه الحامل، انه بيتمدد الجلد بالتدريج لياخذ حجم مقارب للثدي الثاني. بنشيل هذه الموسع او البالون بنسميه تيشو اكسباندر او موسع انسجي، وبنحط زرعه سيليكون مع عملية رفع للثدي الثاني او شد مشان نعطي تناظر، دوما ما بصير نترك واحد مثلا مرتفع والثاني نازل، يعني الثدي الطبيعي هو بيكون فيه هبوط شوي. الخيار الثاني للترميم بنلجأ له
اذا في مثلا عمليه تشيع هذه بدنا ننبه عليها، اذا في تشيع احيانا اورام مراحل متقدمه اجباري بدنا ناخذ جرعات اشعه، اذا في تشيع الجلد بصير استجابته للتوسيع كثير ضعيفه. شو يعني هاي الفكره حكيم؟ ما عاد يتمدد الجلد، يعني اذا المريضه اخذت جرعات اشعه بصير التعامل انه نحط سيليكون محل الثدي المستأصل شوي خيار الى حد ما مضاد استطباب لنسميه، فهون نرجع لشيء بنسميه الترميم الذاتي او بشريحة العريضه الظهريه. نعمل نحن جرح ناخذ عضلي من هون مع الجلد المغطي له بنقلبها وبنغطي فيها، يعني شريحه موضعيه بنسميها. هلا هي نجاحها عالي كثير وبتعطينا مجال ترميم واسع من الاسداء الصغيره للاسداء الكبيره، يعني دوما مشان كل ما بتناظر. ففينا مثلا حتى مع الشريحه مجرد ما اخذنا شريحه نحن امنا جلد سليم، امنا جلد ما معرض للاشعه مع تغطيه عضليه، بحيث حتى هون لو بدنا نحط زرع السيليكون صار عندنا امان. يعني عندنا عده خيارات للترميم. هلا الطرق الحديثه صارت شوي بتتجنب هي القصص او ما عم نوصل لهون. هي بفكره الكشف المبكر انه لازم لازم نكشف قبل ما نوصل لهي المرحله. تمام. يعني اليوم فينا هيك نطمن انه الحمد لله الحلول موجوده، حتى لو يعني لا سمح الله كان في اجراءات ايجابيه، اليوم الطب لها الحلول البديله. اكيد صارت موجوده اكيد. دكتور دائما العمل الجراحي بخوف اي شخص، فما بالك احنا عم نحكي عن موضوع يعني موضوع السرطان، ودائما في شيء يمكن مقوله شائعه انه او بعض الحالات بيقولوا انه بعد ما عملت العمليه انتشر السرطان، فخلينا نوضح هاي الموضوع شو بيصير بهي الحاله. لا هلا هذا حكي خلينا نقول هو حكي قديم قبل عصر الطب، بسموه انه لا تجرح الورم بينتشر، هذا حكي غير علمي وانا ابدا يعني بنبه كثير على هي النقطه. لا نحن لازم الجراحه هي الحل النهائي والحل الاساسي للاورام. يعني بنشوف كثير عالم والله انه راجعت شيخ وراجعت ما بعرف شو، وبيكون عندها فرصه ذهبيه، يعني بالفتره الاولى بيكون قبل ما يعطي نقائق، سرطان الثدي بيعطي نقائق مثله مثل اي سرطان ثاني، بيعطي نقائق اول شيء على العقد الانفيه بالقبض وبعدين على الفقرات او على يعني عن طريق الدم. فبس عطى نقائق ما بقى في شيء اسمه شفاء تام. بينما لما بنلحقه بنعمل كشف مبكر، لما بنلحق بنعمل جراحه سريعه، هون بيعطي شفاء تام، في نسب شفاء كثير كبيره تصل ل 50%. دكتور في مخاطر اليوم للعمل الجراحي لموضوع استئصال الثدي؟ هلا المخاطر شوي الى حد ما محدوده ولا تقارن بالمخاطر او عمليا اذا انترك ووصلنا لمرحله الميتاستيز او النقائل ما في، بدنا نمشي باتجاه حتمي يعني هون. بس مخاطر عملية هي شيء بسيط، أكثريتها وأكثر شيء مشاهدة هو الوزمية اللمفاوية نتيجة تجريف القبض. نحن وقت بدنا نشيل الورم كورم محدود أو حتى نشيل الثدي إجباري بدنا نعمل شيء بنسموه تجريف قبض. هلا الطرق الحديثة صارت شوي تتجنب التجريف الواسع، يعني كرمال ما نعمل مثلا نرد على الأوعية الأنفية. في برا بنشوفها المرضى اللي عاملين مثلا استئصال ثدي بجهه معينه من جهه يمين او يسار بيعطوها مثل شريطه زهريه، هن اخذين اللون الزهري بتحطها بايدها. هي الشريطه الزهريه بتنبه مثلا الطواقم الطبيه، بتنبه الناس ما حدا يدقر بايدها لانه هي الايد مثلا فيها وزميه لمفيه، اي جرح بيكون الشفاء وصعب. تمام. حتى مثلا بيكون مؤلم كثير للمريضه، فانه بتنبه المحيط اللي حواليها انه ما حدا يصطدم بهي الايد، ما حدا يرد الله اياها. حتى تنبه الطواقم الطبية مثلا إذا في حال تعرضت لحادث تعرضت لشيء إنه هي المريضة مثلا ما حدا يفتح وريد فيها للإيد هي. طيب قبل ما نرجع ننتقل لرشا، كونه ذكرت موضوع التجريف، خلينا نسأل حضرتك شو المساحة اللي بيتم فيها تجريف حول المنطقة المصابة؟ يعني شو هي الشيء السليم بدنا نقول مشان يكون مثل ما بيقول، يعني بيطلع الدكتور بيقول نظفت لها منيح، يعني هذا المصطلح الشائع. هلا هذا المصطلح شوي الى حد ما خلينا نقول انه مصطلح واسع، نحن نحكي عن تجريف القبط وحواف الامل. الطرق الحديثه واللي صارت هلا حاليا متبعه بشكل جايد لاين او بشكل قانوني يعني بموضوع الثدي، انه نحن لما بدنا نشيل الكتله بيكون في طبيب تشريح مرضي او طبيب بسموه طبيب تحليل او طبيب مخبر، اخصائي تشريح مرضي موجود بنفس المشفى وقت السرجري وقت العمليه، بنشيل الكتله مع حواف امان ونبعث له اياها، بيفحصها فورا بيعطيني انا النتيجه انه هي الحافه مثلا عندك هسه هي الحافه مصابه. هون بقى بنرجع بنوسع الاستئصال شوي، هون بقى دخلنا صرنا ما نحكي بالطرق الحديثه، ما بقى في استئصال ثدي، قبل خلص اي ثدي فيه كتله فورا نشيله كله. لا هلا ما بقى في هيك، صار بنشيل الكتله مع حواف امان، بنرجع بنجرف قبط، بنرجع في شيء بسموه سنتيال نود او بيحقنوا مادة مثل الصباغية حول الورم، وبشوف العقدة اللمفية اللي انتقلت إلى هي المادة بياخذوا عقدة وحدة
بيبعتوها على الفحص كمان بنفس وقت العمليه، هي المريضه مخدره يعني عشان ما نرجع نعمل عمليتين. بشوف هي العقده فيها نقائل، اوكي بنكمل التجريب، ما فيها نقائل خلص خالصه، نحن شلنا الكتله من حواف امان. وهون بقى فينا نلجا لطرق الجراحه الحديثه، انه بدل نحن ما نعمل جرح مشوه على الثدي كيف ما كان، جرح دائري جرح حلقي، انه خلص الجراح ما بيهتم بالنتيجه الجماليه. هون بقى بنجي انه لا، الجراح بيشيل بجرح رفع الثدي نفسه يعني عمليا. هلا احدث طرق لترميم الثدي بعد الاورام انه نحن وقت نعمل العمل الجراحي الاساسي ما بنعمله بجرح عادي، بنعمله بجرح الرفع، بنعمل بنطبق رفع على الثدي الثاني. فالمريضه هون لما بتطلع اول شيء ضمناني انه نشال الورم مع حواف مع هامش امان، خلصت منه، بنفس الوقت عملت عمليه تجميل للثدي. فبتطلع بدل ما تكون هي يعني نفسيتها متحطمه انه والله انا صار معي ورم، بتطلع لا نفسيه شوي احسن، بتشجع هذا الشيء انه اخذت نتيجه جماليه حلوه على الثدي. طيب دكتور، بعد العمليه خلينا نقول اليوم الجراح اضطر انه يروح للزرع الحشوي، خلينا نحكي بعد الزرع في مضاعفات حتكون للصبيه، وكيف عم يتم مراقبه اليوم الصبيه اذا يعني الوضع تمام ما عم تصير مضاعفات ما في نتائج سلبيه؟ لا، المراقبه ضروريه يعني لازم يكون دوما اي حدا عملت عمليه للثدي ضروري انه تراقب مثلا مبدئيا بالفتره الاولى كل 3 اشهر، بعدين بتصير المراقبه كل 6 اشهر، بعدين كل سنه. في احتماليه ترجع خليه سرطانيه الثدي نفسه ولو 1%؟ في هون تحاليل خاصه هي بنسميها واسمات ورميه وتحاليل وراثيه، مستقبلات الهرمونيه ومستقبلات الوراثيه للثدي. طبعا بتعملهم مثل هلا شفنا انجلينا جولي استأصلت الثدي ثنائي الجانب، كونه هي عندها مستقبلات وراثيه بتزيد الاحتماليه كبير لحدوث سرطان ثدي ثنائي الجانب بالجهتين. خلص شالت الغده، استبقت القصه. ايه تماما، شالت الغده وحطت زرعات، طبعا حافظت على الجلد. هلا في ناس محددين نسبتهم كثير قليله عندهم هي المورثات، هي طبعا بتكون بتبين بالعيله يعني بتكون انه مثلا بتلاقي عماتها او حدا من العمات او الخالات او الام عندها سرطان ثدي بعمر صغير. هون المفروض انه الطبيب ينبه انه الاناث اللي موجودين بالعائله يعملوا هي التحليل الواسمات، اذا طلع ايجابي بيرشح مثل ما طبت هي انه نستأصل الغده داخل الجلد، نترك الجلد مع الحلمه ونحط زرعه سيليكون. طيب على زرعه السيليكون حكيم بوقت المتبقي، كثير كنا نسمع انه في صبايا بتخاف من القصه، انه هي نفسها كانوا يقولوا انه بتعمل سرطان، انه اي جسم غريب اليوم عم يدخل على ثدي الانثى، فهو يعني بالنهايه شيء غريب يعني. هذا كان شائع ولكن هو طبيا اكيد ما نصح، فشو راي الطب اليوم؟ هلا هي هذا الحكي كان شائع قديما بالتسعينات، فتره التسعينات كنا بمرحله بالجيل الثاني من زرعات السيليكون. طبعا الشركات اللي عم تعمل زرعات دوما بتعمل دراسات، رجعوا عملوا دراسات لقوا انه في جزء من الزرعات زادت نسبه الاورام بنسبه 6%، فوقتها بدلوا الزرعات لكل المريضات حسابهم، وانتشرت هي القصه على مستوى العالم وما زالت العالم عندنا متمسكه فيها. هالقصه هي من التسعينات. هلا حاليا صرنا بالجيل الخامس، طبعا نحن ما نحكي على زرعات سيليكون اخذ FDA approved على مستوى العالم، انه هي جهاز طبي امن تماما ما له اي مشاكل. بحب نبه بهي الوقت انه مثلا زرعه السيليكون او البروتيز بنسميه او تكبير الثدي ما بياثر لا على الاحساس ولا على الارضاع ولا بيزيد نسبه اورام الثدي، وامن 100%. هي امن تماما. ايه هي اهم شيء. تمام دكتور، خلينا نحكي هيك ونطمن السيدات اليوم بعد عملية الترميم، هل المنظر الطبيعي للثدي بيكون طبيعي 100% ولا لا؟ في كونه نحن عم نحكي جراحة وترميم ممكن يكون في ندبات بسيطة. هلا ممكن يكون في ندبات إجباري، يعني هذا ثمن رح يكون لهالإجراء اللي عملناه، يعني دوما نحن استبدلنا وجود مثلا الورم أو وجود مثلا ثدي كبير أو وجود أي جراحة على الثدي، هي استبدلت الجزء الواقع اللي كان موجود استبدلته بندبات. هلا موضوع الندبة المريضة المفروض تتابع يعني، يعني بيعتمد نصه على الجراح بالنسبة لنوعية الحيطان لخياطة الجراح، والنص الثاني على المريضة بالمتابعة. والنفسيه قد ايه اليوم بتلعب دور حكيم بهي القصه؟ اكيد. هلا الشخص المتفائل كثير يعني، او الشخص الايجابي كثير بيعطيك اريحيه بالتعامل، كثير بيعطيك مثلا سرعه بالشفاء، مناعته بتكون احسن، كل هاي التفاصيل بتكون افضل بالنسبه له. طيب اليوم هيك نصائح من حضرتك اليوم، وخاصه نحن بعدنا بنهايه شهر التوعيه، قد ايه اليوم مهم التوعيه والكشف المبكر، ان كان بسهل على طبيب التجميل الترميم اليوم هو شو حيشتغل، وان كان مشان النتائج تكون سلبيه على كل صبيه. هلا اهم شغله موضوع الوعي تجاه هذا الموضوع اللي بدي انبه عليه، في دراسات ما زالت غير محسومه تجاه هذا الموضوع بالنسبه للسوتيان. مثلا السوتيان ضيق بيعمل مثلا مثل احتقان لمفاوي بالثدي، هذا على المدى الطويل بياثر، بس النقطه الاهم
الشخص او الانثى اللي عندها بعائلتها حدا من اقرباء الدرجه الاولى عندها ورم تحت عمر الستين، شوفي فوق الستين نحن خلص طبيعي ما بنأثر، بس موضوع المورثات بيلعب دور اللي هو تحت عمر الستين. صبية مثلا مهما كان عمرها شافت انه في كتلة ثدي المفروض تراجع الطبيب فورا، الطبيب هو الاقدر يقيم انه هي الكتلة سليمة او لا سواء بالخزعة او بالفحص السريري وبعدين خزعة. يعني ما نهمل الموضوع. بالنسبة للسيدات اللي مثلا عمرهم فوق الخمسين الفحص الدوري يعني المفروض تعمل ماموغرام على الاقل كل سنه حتى لو ما عندها خطوره، هي صوره بسيطه مثل صوره الصدر. يعني في ناس كثير بتخاف منها انه والله بتوجع او والله في اشعه، لا لا هي مثل صوره الصدر العاديه، يعني جرعه الاشعه فيها طبيعي لا 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 يؤخذ فيها، ما بتشكل اي خطوره، بس ممكن هي الماموغرام انا يكشف لي شيء كان على مستوى ممكن يكبر ويصير ورم كبير. خلينا نختصر الطريق ونروح للطريق الأسلم طبيا وجراحيا وترميميا. نتشكر حضورك لليوم وصباحك صحة وسلامة حكيم على طول. شكرا لك الدكتور بشار محمود أخصائي جراحة تجميلية وترميمية، أهلا وسهلا بحضرتك.